هذا النتورك كينظم ها مركز ايزيس للدراسات، وسميت المشاركه ديالي من اجل المساهمه في التفكير وجمع المعطيات حول الظاهره الخطيره ديال تصاعد العنف ضد النساء في منطقه شمال افريقيا والشرق الاوسط، وخاصه يعني بروز اشكال جديده من العنف التي كانت لما راها في قبل، يعني من قبيل اختطاف الفتيات والرقة، يعني البيع والشراء في الفتيات والبنات، زواج القصري من خلال كذلك يعني مجموعة من أعمال ديال العنف مثل حرق الفتيات أو يعني اللي كتطلب الطلاق تيشغطوا لها وجهها، ولا يعني مجموعة كبيرة من الأشكال ديال العنف، لأنه يعني الموضوع ديال المداخلة ديالي كانت يعني متوجهة نحو التعريف بالأسباب العميقة ديال العنف، وكذلك يعني أنه العنف هو نتيجة ديال الفكر لكي يعطي واحد النوع من الهيمنة للرجل على حساب النساء، ولكي يعتقد على أنه طريقة لفرض هذه الهيمنة وللتحكم في النساء والتحكم بالأخص في الوظيفة ديال الإنجاب، القدرة الهائلة اللي هي يعني الطبيعة خولتها للمرأة، يعني هذه الإرادة ديال التحكم هي اللي كتجعل أنه ممارسة العنف ضد النساء، واللي هو مؤسف هو أنه كيتم التبريرات ديال هذا التعنيف ديال النساء يعني بأسباب دينية، وكيتم التوريط ديال الدين ديالنا الحنيف اللي هو دين مبني على قيم يعني ديال احترام البشر وديال احترام الإنسان، يعني كيتم التحوير ديال الغايات وديال المقاصد ديال الدين من أجل يعني تعنيف النساء ومن أجل يعني إهانة النساء. إذن بالتالي قلت بأنه العنف من الأسباب دياله هو نتيجة ديال التمييز ضد النساء، ومن أجل مناهضة العنف بطريقة قوية وبطريقة جذرية هو نشر المساواة في جميع المجالات، كما جاء في الدستور المغربي، يعني المساواة في مجال المدني أو الاقتصادي أو الاجتماعي أو الثقافي أو البيئي، وكذلك السياسي، لأنه المجال السياسي هو المجال ديال تقاسم السلطة بين النساء والرجال، وهو اللي كيسمح فعلا بتحقيق المساواة على كل يعني المجالات. بالتالي يمكننا نقول أنه معركة مناهضة العنف ضد النساء هي المعركة ديال تحقيق المساواة في جميع المجالات، وأكيد أنه هذه المعركة هي طويلة المدى، لأنه العنف ضد النساء والتمييز ضد النساء هما كذلك مجدارين منذ قرون في مجتمعاتنا، و يعني إزالة هذا العنف كيتطلب فعلا واحد التفكير جماعي واحد إرادة جماعية لتغلب على كل أشكال التمييز والعنف ضد النساء.